طيب خلينا نخص حضراتكم بخبر مهم متعلق بصفقة نادي الزمالك، عمرو طارق مدافع ريال بيتيس، واللي موجود كان في أمريكا في رحلة احتراف أيضا قصيرة للغاية لم تستمر لم تكلل بالنجاح، وده لا يمنع على الإطلاق إن واحد من المدافعين المتميزين وكان موجود في دجلة، كان موجود لا لا جونة في الجونة، عفوا كان جونة موجود جونة في الجونة. خليني أقول لحضراتكم إنه في مندوب من نادي الزمالك موجود في إسبانيا لإتمام كل التفاصيل المتعلقة بانضمام عمرو طارق لنادي الزمالك، ونادي الزمالك حط حد أدنى للصفقة تحديدا 400,000 يورو علشان تخليصه من النادي الإسباني. عمرو إضافة كبيرة لنادي الزمالك ولأي مكان هيبقى موجود فيه إذا نجح نادي الزمالك في اقتناصه. وخليني أقول لحضراتكم مرة تانية، واللي ما كانش موجود معانا في مقدمة الحلقة، إنه عمرو كان موجود قدام النادي الأهلي، عمرو كان موجود قدام النادي الأهلي بقى، لأنه كان وقت كابتن علاء عبد الصادق الله ينور عليك واتكلموا معاه، وهو أصلا كان عايز يروح النادي الأهلي، بس في حد ما كانش عايزه بقى يروح النادي الأهلي. ماشي كده، عارف الحد ولا مش عارف؟ لا مش عارف. يعني انت عارف دي مش عارف دي. فما فيش عمرو طارق ما راحش النادي الاهلي، وبعد ما جاله موضوع ريال بيتيس طب ما ترجعوه، يعني كان عايز كان عايز يروح النادي الاهلي، عايز يروح النادي. انا عندي بقى عندي المعلومه، يعني كان نفسه يروح النادي الاهلي. فمكسب كبير، مكسب كبير، مكسب كبير للنادي الزمالك، مكسب كبير للنادي الزمالك اذا قدم نادي الزمالك الصفقه. ماشي، انا بقى لي 5 دقائق عايز اعقب على الماتشات بتاعه الغد، هتكلم لي بس في لي ماتش الاهلي واسوان، وبعدين نتكلم على الزمالك نقفل بس باللقاء. المباراه هتبقى صعبه، ماتش مهم للنادي الاهلي والاسوان، بس يعني انا شايف ان برضو نادي الاهلي هيقدر يخطف اللقاء ده ويخلص المباراة. يمكن التصريحات اللي قالها مدرب النادي الأهلي اللي الناس معترض عليها، على فكرة في أوقات بيبقى المدرب عايز يدي ثقة للاعبته وللجمهور، فالناس ما تاخدهاش ان هو بيقلل من فرق ومن فرقة تانية او كده. الفكرة كلها ان هو بيبقى عايز يحمس اللعيبة ان ده حاجة عابرة، يعني ان انت تخسر المباراة، فهو عايز يحسسهم ان المواضيع سهلة وان شاء الله برضو الدوري بتاعنا. فهي ده التصريح ده انا شايفه من الجنب ده، لان يعني كان بيحصل، يعني حصل في كذا موقف معانا واحنا بنلعب حاجات شبيهة، بس ممكن ما كانتش بتتقال على الاعلام، كانت بتقال اللعيبة، ولكن هو قالها اقدر اقول للعيبه خلصونا من الماتشين دول عشان بعد كده الماتشات اللي جايه نبقى مستريحين. اقدر اقول للعيبه كده، اقدر اقول مثلا عامل زي مانويل جوزيه لما كان النادي الاهلي مثلا بيلعب اكتر من ماتش ويجي الماتشات الاخيره يقوم ملعب فيها البودله وملعب فيها اللعيبه اللي بتلعب. خلي بالك الخساره دي عملت حمل على النادي الاهلي، فهو لازم يقول حاجه يبدا ينزل تاني ان احنا مفيش مشكله خالص، الامور ماشيه، هنكسب بعد كده ما تقلقوش. بس هو قالها في الـ في الـ في الـ في مكان مفتوح شويه، يعني كان عايز يقولها مع اللعيبه بس. وارد اي مفاجاه بكره اسوان يكسب الاهلي؟ اعتقد ممكن يتعادل. يتعادل اعتقد. مش صعب كابتن نحاس زي ما قال رضا لعيب في النادي الاهلي، فعارف يلعب مع النادي الاهلي. مباراه اسوان اللي لسه قايل من شويه الموضوع بقى صعب عشان في اسوان كمان، اعتقد المباراه تبقى صعبه جدا للنادي الاهلي. وارد اي مفاجاه في ماتش الزمالك وبتروجيت؟ بتروجيت يكسب مثلا؟ لا، الاهلي هيكسب والزمالك يكسب. نتائج طبيعيه تقصد؟ اخر كلام؟ اخر كلام. طيب خليني بس اقرا لكم كده بسرعه سؤالين من على تويتر. اوسا بيشكر في الحلقه جدا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا اوسا. احمد جابر بيقول ممكن الزمالك ياخد الدوري؟ سألك؟ ممكن. ممكن ليه لا؟ ماشي. محمد رفعت بيسالك برضه يا كابتن محمد، بيقول اكتر لعيب كنت بتخاف منه في القمه في اي لحظه؟ يعني ناس حاليا ولا معايا ما كنت بتلعب يعني؟ ناس كتير كان لعيبه موجوده، ناس كتير يعني ما يعني خالد بيبو كان اكتر واحد في الفتره دي كان هو بيعمل ازعاج للديفنس الزمالك. موزك احمد المصري بيقول انا كاهلاوي شايف مشكله نادي الزمالك اداريه بدليل ايقاف شيكابالا الساعه 2 وبعدها رفع ايقاف الساعه 2:30، ايقاف كهربا وبعدها الغائها بيوم. اسلام سلامه بيقول لك كابتن رضا مين افضل كابيتانو في الدوري، يعني مين افضل قائد فريق في الدوري؟ انا شايف كان افضل عمر جابر، كان عامل السنه اللي فاتت والسنه دي باستمراريه طبعا المستوى عالي جدا في الدوري. قياده في الملعب حسام غالي. حسام غالي طبعا. طيب يوسف طه بيقول لك كابتن انسب باك يمين للزمالك بدل عمر جابر مين؟ ده سؤال حلو. انسب باك يمين، باك يمين موجود جوه الفرقه ولا محتاج يجيب من بره؟ لا ممكن يجيب باك رايت بتاع سموحه. بكرات سموحة، افريقي. بكرات سموحة
ميكروت بتاع سموحه افريقي مستواه كله، يعني بتفرج على ماتشات سموحه مش ايه انا مش فاكر اسمه الصراحه، بس هو يعني لعب كويس، لعب كويس قوي. طيب في كمان يا سيدي ماي لاف عمر جابر بيقول هو باسم مرسي مش بينزل اساسي ليه، نفسي اعرف. و باسم مش موفق، والموضوع في الاهلي والزمالك بيتقاس بالاهداف، لما بتبعد شويه عن انك تجيب جوان، فطبعا في فراوده تاني بياخدوا الفرصه، وجايبين فيرود دافعين في فلوس كتيره مايوكا، فاعتقد ان لا يعني باسم موجود، باسم لعيب كبير، ولما نزل لما بينزل اسمه له كواكو منصور اللعيب اللي انت بتقول عليه اللي هو باك بتاع سموحه، لعيب كويس قوي. طيب جمال عثمان بيسالك، ودي اخر حاجه، بيقول كلنا متفقين ان النادي الاهلي عنده مشكله في ناحيه الشمال، طب ممكن نعالجها ازاي؟ نلعب ثلاث لاعبين ورا وفتحي وليد سليمان قدامهم، يعني نحلها ازاي؟ لا يعني مشكله، يعني هو بيقول لك نحل مشكله الناحيه الشمال ازاي اللي موجوده في النادي الاهلي؟ لا اللعيبه اللي موجوده مفيش فيها مشكله في النادي الاهلي، وعشان يعني صبر رحيل وحسين الاثنين كويسين وكل والاثنين مختلفين، مش الاثنين حتى شبه بعض، فاقول انا جايب حد مختلف، لا ده عنده ده عكس ده تماما، ده سريع وده بطيء شويه، ولكن اوفرات صبري مثلا احسن حسين، يعني انا قصدي ان هما الاثنين مكملين بعض، فانا شايف ان مفيهاش مشكله في النادي الاهلي مكملين بعض، بس مكملين بعض ازاي؟ واحد عنده حاجه يعني زياده والتاني عنده حاجه ناقصه، ما انت ما بيلعبوش مع بعض في نفس الحته، لا ما هي الفكره يعني ما بيلعبوش مع بعض في نفس التوقيت، لا ما انت مدرب النهارده بتختار اللعيب المناسب لمباراه اسوان لمباراه بتروجيت، انت اللي بتحدد، فانا قصدي ان انت ما يبقى عندك، انا بيجي عندي ماتش مثلا من ماتشات ببقى عايز واحد بيهاجم كويس ودافع كويس، يبقى حسين بيهاجم كويس ودافع كويس مثلا، لو صبري. عايز واحد ان انا بعتمد ان في المباراه دي انا عايز اوفرات كتير او اوفرات مظبوطه يبقى صبري، ما هي انت بتختار الحاجات الفنيه قبل اللقاء على الفرقه اللي هتلاعبها، يهاجم يعني كويس تقصد يعني عنده الاوفرات كويس، مشكله صبري ان هو لما بتضغط بحس ان هو بطيء شويه، يعني عنده حته سن البطء شويه في الـ يعني صبري لو عنده حته السرعه كويسه كان هيبقى ما اعرفش، لما فرق كبيره زي الاهلي والزمالك الباكات ليفت اللي عندها ما هو لا يرضوا طموح الجماهير، الجماهير دايما في كومنتات عليهم يعني انا او مفيش، ما احنا برضو ما عندناش بس هم افضل ناس موجوده يعني، لا هم اللي شايفهم برضو كويسين، نفس الزمالك نفس القصه، اذا كان نفس الموضوع نفس الموضوع نفس حماده طلبه ومحمد عادل جمعه نفس الموضوع، مش مرضيين بالنسبه للجماهير، مش زي عبد الشافي، عبد الشافي مش زي عبد الشافي مكان موجود، فدايما بيقارنوا اللي جاي زي عبد الشافي، بيقارنوا بسعد معاهم بالظبط، نفس خلي بالك ان التقييم هنا بيظلم ناس كتير، بسعد معاهم ده اتسلخ سلخ ولا برضه هو واقف على رجله برضه ما فيش كان على طول هو حظه كده، بس كان لا يعني صحيح. انت بتقيم الناس دي بالناس دي برضه صعب الامور بتبقى صعبه على الولاد. كابتن عبد الواحد بشكرك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك حبيبي، ودايما متالق ودايما في افضل حال ان شاء الله، ربنا يخليك، مبسوط اني كنت معاك النهارده، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن رضا شحاته شرفتنا ونورتنا حبيبي، ودايما كده عالمي ودايما عندك اراء محترمه حبيبي، ربنا يخليك، و ان شاء الله الدوري الاهلي ان شاء الله الدوري الاهلي، انت بتقولها بثقه قوي، ثقه بالله حبيبي، انت فاهم عشان فارق، بس عشان فارق، عشان فارق ثمانية، هو بيتكلم والله العظيم دلوقتي فارق، ما كانش يقدر يتكلم، بص ما كانش يقدر يتكلم، انا راجل واقعي، ما كانش يقدر يتكلم. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق عمل بالكامل، ان شاء الله باذن الله ميعادنا مع بدايه الاسبوع يوم السبت في حلقه جديده من السوبر، اشوفكم على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.